تزامنت الذكرى العاشرة للانسحاب السوري من لبنان أمس مع تشييع اللواء رستم غزالي أحد رموز الوصاية السورية وآخر ضباطها الراحلين من لبنان في يوم 26 من نيسان عام 2005. وتناقلت مواقع إلكترونية فيديو وصور لتشييعه يظهر فيها موكب جنازة غزالي يتقدمه سيارتا إسعاف مكللتين بالورود وخلفهما عدد من السيارات برفقة عدد من العسكريين، كما بثت مشاهد لحشد من عائلة غزالي والمقربين منه يحيطون بنعشه الذي لف بالعلم السوري ومعهم شيخ يصلي على الجثمان. وأخي رستم الآن عند أرحم الراحلين وعند أحكم الحاكمين وعند من يقف بين يديه ليسأله وهو أرحم عليه من أبيه وأمه.